عدنا أبناء الطلاب إلى النصيحة الثانية من الوصايا العشر قبل دخول امتحان الثانوية العامة. النصيحة الثانية وهي نصيحة دون. يا ترى إيه اللي المفروض ندونه في الفترة دي؟ بص، لازم يبقى معاك زي أجندة صغيرة كده، زي دي مثلا كده، نوتة صغيرة كده، تمام؟ أنا حطتها جنبي كده، أنا نفسي وأستاذك حطتها جنبي. أول ما بتجيني فكرة بقوم فاتح النوتة ديت وأقوم كاتب التاريخ وأقوم كاتب الفكرة بتاعتي. على فكرة الموضوع ده بيفيدني كتير جدا جدا جدا، وبيوفر لي وقت كتير جدا جدا جدا. فأنا عايزك وأنت بتذاكر الورق الأجندة الصغيرة دي جنبك، بس فاضية بقى، جديدة بقى، مش حاجة قديمة ومتراكمة وفيها ملاحظات قديمة، لا لا، أنا عايزها فاضية خالص. وتبدأ كده تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الاستعداد لامتحانات 2015. تحس كده إن أنت بتبدأ بتكتب مقدمة حاجة مهمة أوي يعني، تمام، حاجة سرية بتاعتك يعني. وتبدأ بقى وأنت بتذاكر، لقيت مثلا ملحوظة الحتة دي أنا ضعيف فيها شوية، أبدأ أكتبها، أقول خلي بالك أنت ضعيف في الحتة دي شوية. لقيت حتة مثلا تصدق المسألة ديت أنا كنت غلطت فيها عند الأستاذ، مش أكتبها، أكتب تدوين، لاحظ كده. طبعا مش تكتب كل حاجة، بص أنا مش هتسرف في الكتابة، لكن الملاحظات دي مهمة قوي. لقيت مثلا السؤال بيتكرر كتير، الحتة دي بتتكرر كتير في العربي مثلا، لقيت الكلمة دي اكتبها، اكتبها جنبك كلمة مضاد أكبت، خلي بالك إنها بتتكرر. لقيت مثلا وأنا بذاكر السؤال ده مش عارفه، السؤال ده نعمل فيه ام كاتبه، بحيث انك انت اعمل جزء للاسئله اللي انت مش عارفها اكتبها، اعمل جزء لملاحظاتك المهمه انك انت عايز ان شاء الرحمن الرحيم تعملها بكره او بعده. الطريقه دي يا جماعه صدقني ما بتاخدش وقت، ده بالعكس ده بتوفر الوقت. فدون ملاحظاتك اول باول. كمان من ضمن الحاجات اللي عايزك تدونها دلوقتي استعدادا للاسبوع الاخير، انك تجيب ورقه جميله كده فلوسكاب بيضاء كده، وتكون جايب استشهادات الشعر، ابيات الشعر اللي عليك اللي مقررة في المدارس الستة. انت عارف ان كل مدرسة ليها استشهد، في طلبة طبعا وفي مدرسين بيقولوا لهم لا 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 ما تحفظش استشهد، والله انا مش عارف جابوا الجراءة دي منين، والله لو عايز تشوف بقى احفظ ولا ما تحفظش روح افتح امتحانات ثانوية عامة، مستشهدا 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 يا جماعة ايه. فهو بيت واحد كفايه قوي على الحاجه. وممكن تستشهد من اللي انت حافظه، بس بشرط يكون اللي انت حافظه يعني من النصوص اللي انت حافظها. في كم تشتكي مثلا ممكن تستشهد في المهاجر، في من صخره الملتقى مثلا ممكن تستشهد في ابولو، من الشعر صوره الكمال مثلا ممكن تستشهد في الديوان، وهكذا ممكن. بس في حاجات ما ينفعش يعني، الشعر المرسل مثلا لو انا في مدرسه المهاجر وبقول لك وضح الشعر المرسل، لازم هتقول لي كفنوه ادفنوه اسكنوه اللحد العليا بتاعت نسيب عريضه، ما ينفعش. مش هتجيب لي من كام تشتكي، لان كام تشتكي اصلا قصيده عموديه التزمت ولزن القافيه. فيا ريت بقى الناس اللي بتعاني من تداخل هذه المعلومات في بعضها، او من نسيانها الكتير، او من تقلها، او من الخوف منها، يا عم امسك لك المدارس وجمعها مع بعضها، واكتب الاستشهادات كده مع بعضها ورا بعضها في ورقه وش وظهر، لا تتعدى ورقه وش وظهر. بالنسر كمان، في استشهادات انت عارف في النسر افصلها بقى، المقال القصير تدي له شاهد، والمقال الطويل تدي له شاهد، والمقال النزالي وتكتب اسم الكاتب طبعا، وعندك القصه القصيره برضو البدوي كتب ايه ويوسف ادريس كتب ايه. فخلي بقى الروايات عندك زقاق المدق ده رمز للروايه الواقعيه، وعندك مش عارف دي رمز شجره اللبلاب للرومانسيه، ولازم تكتب كده. والروايه التاريخيه رمزها مثلا مواء اسلاما، او يعني انت بتكتب بعض، فهتلاقي هي ورقه ظريفه جدا، ورقه عمل سميها كده، الورقه الاولى من اوراق العمل، علشان الحته دي انت محتاجها الاسبوع الاخير. اول ما يجي عندك الاسبوع بقى تبدا انت تطلع الورقه دي وتراجعها، تحس كده ان مخك مرتب كده. لو خايف من حاجه انا مستعد لها اصلا، انا عامل حسابي اصلا. حاجه ثانيه، الكلمات المفتاحيه. يعني ايه الكلمات المفتاحيه بقى؟ اللي بالذات في قصه الايام، قصه الايام يمكن اللي بيتابعني وبيتابع شرحي على اليوتيوب في قصه الايام هيلاقيني دايما انا بلخص له الموضوع في الاخر في كلمات مفتاحيه. يعني مثلا الفصل الاول في الجزء الاول كنتم بدؤوا يوم غريب، وبعدين الشاعر، وبعدين السياق، وبعدين الشاعر، وبعدين الليل المخيف، وبعدين الصباح الصاخب. يعني ده مثلا في الفصل الاول من الجزء الاول، انا بقول لك بسرعه ده انا بديك مفتاحيه. الجزء الثاني بقى في قصه الايام طبعا من الاجزاء اللي الطلبه كتير مصيبه سوداء، لكن لو حاولت وهي اولاني يعني ست كلمات كلمات في الفصل الاولاني
الثاني بيجي الأطوار الثلاثة، بكلم الأولاد عن الأطوار الثلاثة، وبعد كده الطريق المسقوفة، بعد كده الطريق المكشوفة، بعد كده الطريق العامة، وبعد الطريق العامة اللي هي العودة بقى اللي هي الباعة، اللي هي طبقة الباعة والجائلين اللي تحت، بعد كده السلم اللي هو الخانق القذر ده، صوت الببغاء والفارسي، الدهليز، مجلس أخي، مجلسه ومجلس أخي. شكرا، سلام عليكم. ايه يا استاذ راح فين؟ رايح فين؟ خلاص ما انا فهمت، انا الفصل هو بقى الحشايا اللي هي ديت، مش شرط بقى اسمعها قران، انا عارفها وقاري القصه كذا مره فعارف احكيها. طب الثانيه بقى، الفصل الثاني برضو لما اجي اقلصه كده، بسط الامور يا شباب. يا شباب البساطه حلوه قوي بجد، ما تكلكعوش الدنيا، ما تفكرش انك كل ما كلكعت وكل ما بحثت عن ما هو اصعب هتجيب مجموع اكبر، بالعكس انت بتثقل على نفسك وتبدا تحس ان الحمل تقيل قوي مش هتلمه. فلو سمحت الكلمات المفتاحيه دي جميله قوي. الفصل الثاني مثلا في قصه الاياء، الفصل الثاني برضو اهو معاك في المسيره اهو، عندك شعور الصبي في الغرفه، الشعور الثاني شعور يعني، لكن شعور الصبي في الأزهر، شعور الصبي تجاه العلم، شعور الصبي في مجلس الحديث، في حصة، في محاضرة الحديث أو حصة الحديث، لما كان بيضيق بالعنعنة ويضيق بالشرح لكنه يقبل على الحديث. مشاعر، هي مشاعر مش أكتر من كده. الفصل الثالث، الفصل الثالث أنا الكلمات المفتاحية بسيطة خالص، الضحى، ايه اللي كانوا بيعملوا الضحى؟ انا بقى احكي من دماغي. كانوا بيقعدوا يفطروا والصبي يتذكر ومش عارف ايه ويضحك معاهم. طب وبعد الظهر كان ياخدوا بعضهم ويروحوا مش عارف غرفه تانية وتبدا ضحكتهم تعلى ويشربوا الشاي ويقعدوا يضحكوا. وقبيل العصر كان الصبي يضطر الى الايه، الى النوم، ويقوم على الصوت المنكر بتاع جامع بيبرس، وبعدين ده ايه ده، ضحى ظهر عصر، وبعدين يخش المغرب بظلامه، وبعدين يخش العشاء لما اخوه يرجع يبدا ينام. هو ببساطه كده يا استاذ، انا بقول لك عشان ما تتهش، ما تحسش انك تايه. فطريقه الكلمات المفتاحيه دي طريقه جميله جدا يا شباب، يا ريت نذاكر بيها بالذات الحاجات الكبيره. حتى في الادب ممكن الكلمات المفتاحيه دي نستعين بيها على بدايه العناصر، بدايه كل عنصر. يا ريت في ورقه خارجيه كده تكتب خصائص المدرسه الكلاسيكيه، تكتب اول كلمه بس من كل خاصيه، خصائص مدرسه المجد تكتب اول كلمه بس. الحاجات دي لو دونتها صدقني وكتبتها، ورقه العمل بتاعه استشهادات الابيات والملاحظات اللي انت دونتها، ورقه العمل بتاعه الكلمات المفتاحيه، فخلي بالك. كمان عندك لو سمحت تدون الاخطاء المتكرره، يعني انت بتخطا في الحته دي كتير، لا يبقى انت لازم بقى تدون كده وتقول ان الجزء ده انا بغلط فيه كتير، ايا كانت بقى الحته ديت. المفعول المطلق انا كذا مره، العفو للنائب عن المفعول المطلق انا كذا مره تطلع معايا غلط، لا انا لازم بقى اعالج النقطه ديت، اسال الاستاذ، اسمع حصه من على اليوتيوب، يبقى انا عارف ان الحته ديت غلطه عندي او فيها حاجه غلط يعني عندي. ومن ضمن الحاجات اللي انا بتساعد بيها برضه، خلي بالكوا الحته دي مهمه قوي اللي هقولها دلوقتي دي، يعني انك انت بتجيب ساعات فهرس الماده كده من الاخر، الفهرس بتاع الماده كلها، بتاع مثلا الصغيران، النصوص، القراءه، دي بتحطهم قدامك كده الفهرس بس، وتبدا تحط علامه من ثلاثة قدام كل درس، يا صح غلط. صح يعني ايه؟ يعني الدرس انا مذاكره ومراجعه ومش حاسس ان ما فيهوش مشكله. طب صح على شرطه نص نص. طب غلط، لا ده واقع فيه. ودايما بعد تطلع بالتقرير ده عن نفسك لو سمحت اعملها بالرصاص عشان بعد كده هتصححها. يعني من نوع بتذاكر نفسك وبعدين يعني تقيم استاذ، وانا كل شويه بقى هقعد ادور كده، ده هو ده الناس العقله دي، الناس اللي مش عايشه في بحر من الاوهام مش عارف في ايه. الطالب اللي بيعمل كده عارف في ايه، عامل تقرير دايما على نفسه. فاذا يا شباب لو سمحتوا نخلي بالنا من النقطه دي. برضو يا ريت من الحاجات اللي تدونها الايام دي كلمات مختاره، معاني الكلمات طلاب كتير قوي بتشتكي منها، يقول لي استاذ انا اعمل ايه في معاني الكلمات؟ معاني الكلمات ما انا كمدرس اعملها، اعمل لك فيها ايه؟ غير ان انا اقول لك يا ابني احفظها. طب احفظها منين يا استاذ؟ ما هي اصلها كتير قوي. والله في جزء هيتحفظ وفي جزء هيجي بالحل. يعني انا امسك مثلا معاني الكلمات ما اي كتاب، انا برتاح انت بترتاح لكتاب ايه؟ اقرا طبعا كتاب المدرسه ما فيهوش الا معنى او معنيين بس مهمين جدا، على قد كده انك انت تفتح كتاب المدرسه، مش عشان انا بقول لك بقلل لك المعاني من كتاب المدرسه ما مش مهمه، لا بالعكس، ده انت تفتح كتاب المدرسه في قصه ايام لو في كلمه معنى كلمه تحت فر كده الصفحات بس بسرعه اكتبها دونها، دي من الحاجات اللي تدونها، وتكتب كده معاني الكلمات من كتاب المدرسه، لان دي ساعات بيجيبها بالنص. بص ما حدش يفتح بقه معاه. معاني الكلمات مثلا مفردات بعض المفرد من كتاب المدرسه في النصوص. فنخلي بالنا يا شباب انه ساعات يعني ممكن يترخم عليا، يعني مفرد لقالق مثلا
مفرد لآلي ممكن لؤلؤة ولؤلؤ كتابة في كتاب المدرسة لؤلؤ. فنخلي بالنا امسك الكلمات اللي في كتاب المدرسة مش هيطلعوا لك اصلا كلهم على بعض كده في كله في النصوص وفي القراءة وفي القصة مش هيطلعوا لك على بعض 50-60 كلمة صدقني هو بيجي بيدبك حاجات بسيطة لكن معاني من منتهى الأهمية حطهم في جنب كده واكتبهم كده ايه يعني معاني كلمات كتاب المدرسة وتقوم حطتهم ورا بعض كده هتلاقيك انت بتراجعهم دي ورقة عمل جميلة برضو تعدها الايام دي للاسبوع الاخير فلازم اكون داخل الاسبوع الاخير وانا معايا شغلي وانا معايا حاجة نفذها مش داخل كده لسه يلا بقى ها نعمل ايه نعمل ايه هو الوقت مستحمل ان احنا لسه هنعمل ايه فالورق العمل ده لازم يتعمل يا شباب من دلوقتي فقلت لك الكلمات المختارة وبقى ممكن تقرا من كتاب خارجي لقيت مثلا كلمة مفرد مضايقك او جمع انت كنت فاكره حاجه وهو حاجه تانية او لقيت مثلا مضاد كلمه وانت كنتش عارف فالحاجات دي قوم مدونها كده على جنب هتلاقي نفسك زي الفل ان شاء الله باذن الله رب العالمين. اخيرا بقى اسئله بقى الحاجات اللي تدونها برضو انك انت وانت بتذاكر سؤال مش عارفه او عايز اسال الاستاذ اكتب. الواحد ساعات بيبقى بصوا يا جماعه الواحد بيبقى في دماغه 100 حاجه وحاسس انه هيفتكرها يروح قدام الدرس قدام الاستاذ انا ايه انا ناسي كل حاجه انا مش فاكر حاجه انا والله كنت عايز اسال استاذ يعني هو في وقت يا جماعه في وقت نعدي يعني في وقت للكلام اللي احنا بنقوله ده اصل نسيت لا يا شباب والله ما في وقت فاذا يا شباب اكتب اسئلتك في ورقه وما تروحش بالكتاب برضو الحاجات اللي بتضايق المدرسين انك تبقى ماسك كتاب كامل وعمال التانيين الصفحة عمال بقى تدور على الاسئله طبعا الاستاذ بيبقى مسحوم وبروح حصه ثانيه والدنيا زحمه لكن لو انا معايا ورقه والاسئله كلها ورا بعضها وتعبت نفسي شويه في التدوين معلش تعالى على نفسك شويه الا اذا كانت يعني الاسئله ورا بعضها فعلا في الكتاب اللي انت عامله ماشي لكن لو حسيت ان انت بحساسك كده لو حسيت ان ده هياخد وقت كتير من التدوير لا اكتبهم في ورقه كده وبيض عشان حتى لما اكتب الاجابات تبقى قدامي يبقى انا كتبت الاجابات حتى قدام الاسئله لان انتوا ساعات برضو ما بتدونوش حاجه خالص يا جماعه فياريت كمان وانت في الحصه او في حصص الدروس لازم تدون ملاحظات الاستاذ الاخيره فاذا الشباب دي كانت النصيحه الثانيه النصيحه الاولى كانت تدرب وعرفنا تدرب على ايه النصيحه الثانيه دون واديكوا بعض الراحه فاصل ابناء الطلاب ونعود للنصيحه وهي افعل خيرا ونشوف هنعمل فيها ان شاء الله فاصل ونواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.